بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. فيديو جديد وألغاز ومعلومات عامة. اختبر معلوماتك. الجزء 15، 25 سؤال. السؤال الأول: كم عدد العضلات في وجه الإنسان التي تتحرك عندما يضحك؟ الإجابة الصحيحة 17 عضلة. السؤال الثاني: كم عدد العضلات في وجه الإنسان التي تتحرك عندما يغضب؟ الإجابة الصحيحة 43 عضلة. السؤال الثالث: ما هي أصغر قارات العالم؟ الإجابة الصحيحة قارة أستراليا. السؤال الرابع: ما هو أطول أنهار العالم؟ الإجابة الصحيحة نهر النيل. طول نهر النيل 6650 كيلومتر. السؤال الخامس: ما اسم السورة القرآنية التي تنتهي كل آياتها بحرف الدال؟ الإجابة الصحيحة سورة الإخلاص. السؤال السادس: من هو الشاعر الذي لقب بأمير الشعراء؟ الإجابة الصحيحة الشاعر أحمد شوقي. السؤال السابع: ما عاصمة الكاميرون؟ الإجابة الصحيحة ياوندي. عاصمة الكاميرون ياوندي. السؤال الثامن: كم عدد الدول الإفريقية؟ الإجابة الصحيحة 54 دولة. السؤال التاسع: ما جمع كلمة عندليب؟ الإجابة الصحيحة عنادل. كلمة عندليب جمعها عنادل. السؤال العاشر: ما أكبر خليج في العالم؟ الإجابة الصحيحة خليج البنغال. السؤال الحادي عشر: ما هي أطول كلمة في القرآن الكريم؟ الإجابة الصحيحة فأسقيناكموه. في سورة الحج الآية رقم 22: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الآية رقم 22، والكلمة تتكون من 11 حرف. السؤال الثاني عشر: ما أكبر دولة عربية إنتاجا للدمغ العربي؟ الإجابة الصحيحة السودان. السؤال الثالث عشر: كم عدد العظام في جسم الإنسان؟ الإجابة الصحيحة
206 عظمة. السؤال الرابع عشر، ما أطول عظمة في جسم الإنسان؟ الإجابة الصحيحة عظمة الفخذ. السؤال الخامس عشر، ما أقصر عظمة في جسم الإنسان؟ الإجابة الصحيحة عظمة الركاب، وتوجد في الأذن الوسطى. السؤال السادس عشر، ما المادة التي تجعل كوكب المريخ لونه أحمر؟ الإجابة الصحيحة أكسيد الحديد. السؤال السابع عشر، ما المادة التي إذا وضعت في الماء ينخفض بدلا من أن يفيض؟ الإجابة الصحيحة الملح. السؤال الثامن عشر، ما أكبر دولة في العالم بها عدد مسلمين؟ الإجابة الصحيحة إندونيسيا. عدد المسلمين في دولة إندونيسيا 188 مليون مسلم. السؤال التاسع عشر، ما أكبر دولة في العالم إنتاجا للأرز؟ الإجابة الصحيحة دولة الصين. السؤال العشرون، ما أكبر قارات العالم؟ الإجابة الصحيحة قارة آسيا. السؤال الواحد والعشرون، ما العملة الرسمية لدولة بنجلاديش؟ الإجابة الصحيحة الروبية. السؤال الثاني والعشرون، ما الدولة التي ولد فيها العالم ابن خلدون؟ الإجابة الصحيحة تونس. السؤال الثالث والعشرون، ما أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال الألب؟ الإجابة الصحيحة مونت بلان. السؤال الرابع والعشرون، استغرقت صلاة الجنازة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقط ساعة متواصلة. الإجابة الصحيحة 36 ساعة متواصلة. السؤال الخامس والعشرون، كم عدد دول الاتحاد الأوروبي؟ عدد دول الاتحاد الأوروبي 28 دولة.